سلام البنات، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. ديما كنبدا الفيديو بالورد، كيعجبني بزاف، وإن شاء الله حياتكم تكون كلها أفراح وورود. يلا معايا تشوفوا شنو اليوم غنشارك معكم. وكما كتشوفوا البنات، هنا غنشارك معكم واحد المقشر نتاع الجسم كله او نتاع الوجه، يعني تقدروا تستعملوه الجسم ديالكم كامل او غير لوجهكم. مقشر جد بمكونات جد بسيطة متواجدة في كل دار وغير مكلفة. هنا البنات كما كتشوفوا غنحتاجوا القهوة اللي كنستعملوها في الصباح، يعني من بعد ما تفطروا، حتى انا كنت دايرها في العصارة، ولا لا عندكم لي كابسول تخويوهم. فوالا، خديت هذه الكمية ديال القهوة. هذا اختيار يا البنات، زيت الورد بالحق لا عندكم ضروري تستعملوه، فريمون مزيان للجلد، كيرطب الجلد وكيجدد الانسجه نتاع الوجه ونتاع الجسم كامل، وكيأخرنا اعراض الشيخوخه. هذا غادي ندير واحد 8 معلقه صغيره البنات هانتوما، وغادي نستعمل زيت الكوكو. زيت الكوكو اورغانيك البنات، يعني ماشي الاستعمال نتاع الطياب اللي كنستعملوه للجسم. الوصفات يعني، وغادي ناخذ غادي ندير جوج معالق صغار نتاع زيت الكوكو، يعني القهوه وجوج معالق صغار نتاع زيت الكوكو ومعلقه صغيره د زيت الورد الى عندكم. هذا اختياري، اللي ما عندوش زيت الورد يقدر يدير العسل. كما كتعرفوا هاد المقشره البنات، يعني الصراحه الله فعال، كيحيد سيرتو لا استعملتوه للجسم اللي عنده لي سيلوليت بزاف، والله الا كيحيدهم. يعني بالتجربه استعملوه مزيان. الا غديروه للوجه، غسلوا وجهكم الافونس وحكوا به مزيان شي 5 مينوت، يعني كتقبطوا هكا. غنحركو ونوريكم، خاصكم تحكوا به الوجه والجسم بشكل دائري البنات. غتاخذوا هانتوما، تاخذوا واحد الكميه وتبقاو يعني كتحكوا هكا بشكل دائري، ان كتنشطوا حتى الدوره الدمويه البنات، واحد 5 مينوت هكا. وابخير ما غتحتاجوش، يعني غتغسلوه بالماء دافي، ما محتاجينش الصابون وما محتاجينش مرطب، لان زيت الكوكو ديجا راه مرطب، كيخلي لكم البشره رائعه رطبه. كيشد الوجه، القهوه اوسي وزيت الورد اوسي، وبالنسبه للجسم كيعاون يحيد لي سيلوليت، كيحيد الاثار نتاع الحب اللي عندكم، الا عندكم شي حب شباب. وهذا الصراحه الله البنات، المكونات ديالو الزيت بسيطه، واللي ما عندوش زيت الكوكو، اللي ما عندوش زيت الورد يدير غير القهوه وزيت الزيتون وشويه ديال العسل. وهذا مقشر رائع رائع، خليكم من مقشرات نتاع الماركات الغاليه، وهذا طبيعي ومكوناته جد بسيطه وفعال. المهم البنات، نتمنى هاد الوصفه تجربوها، راه غتنال اعجابكم، وغادي توري غتشوفوا النتيجه ديالها، غادي تبان لكم في السيمانه الاولى، غادي تبان لكم النتيجه. المهم انا غادي نمشي ندير هاد المقشر ديالي، وكما العاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه البنات، ودعموني سيرتو باللايك، الله يعطيكم ستر، اللايك ما تنساونيش بيه. ومن هنا الفيديو اخر، نتمنى تبقاو على خير وبخير، ومع السلامه.